أضع جسم على بعد 4 سنتي من مركز البصري لعدسة فتكونت له صورة حقيقية مكبرة. نركز كده، على بعد كام؟ 4 سنتي من المركز البصري. المركز البصري حطينا جسم على بعد 4 سنتي أيا كان مكان، فتكونت صورة حقيقية مكبرة. مكبرة يبقى الصورة الحقيقية إيه؟ مكبرة. يبقى أنا حطيت عند أي موضع هنا مثلا وطلعت لي صورة إيه؟ مكبرة. معنى كده إن الجسم كان هنا. ها، وعندما تحرك الجسم مسافة 2 سنتي، خلاص، حينما تحرك مسافة 2 سنتي مبتعدا عن العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم. ما نوع العدسة؟ هنقول له عدسة محدب، وهنفهمها ازاي الوقت محدب. طيب ارسم مسارات الأشعة التي توضح تكون الصورة عندما كان الجسم على بعد ايه؟ 4 سنتي. يبقى هنا، يبقى الجسم كان هنا، قال لي لما حركته، ها، يبقى الوقت هنا الجسم على بعد ايه؟ 4 سنتي. اه، لما حركته 2 سنتي، ها، مبتعدا عن العدسة تكونت له صورة ايه؟ حقيقية مساوية للجسم. يبقى جالي عند مركز ايه؟ التكون. خلاص، يبقى الوقت هنا هو الجسم وضعه ان لما كان على بعد 4 سنتي، 4 سنتي تكونت له صورة حقيقية مكبرة. يبقى الشرط ان هو يكون بين ب وميم. طب اما اتحرك 2 سنتي بقى عند مركز التكون، يبقى الرسمة كده تمام. خلاص، يبقى الوقت نكمل الرسمة، تتكون صورة حقيقية مقلوبة مكبرة تقع ابعد من ايه؟ مركز التكون. يبقى بقية الرسمة خلاص. يبقى ده بالنسبة لايه؟ الرسمة. يبقى هنا عندي الرسمة طلعت هنا، خواص الصورة قالها لي، هنقول طالبها مني حقيقية، هنا مقلوبة مكبرة تقع أبعد من مركز التكور. خلاص، نيجي علل. إذا نظرت في المرآة ترى صورة وجهك بسبب انعكاس إيه؟ الضوء. بسبب انعكاس الضوء. لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم إكساره خضريا، لأن الناتج من فرد أبوي واحد. خلاص، دي كان آخر حاجة النهاردة في المحافظة اللي احنا حليناها النهاردة، وهي محافظة السويس. سلامنا لأهالي السويس والمحافظات كلها إن شاء الله. مستر مصطفى رجب، أحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.